اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد حل مشكل روبلوكس لا يستجيب لكم بضغط نوع بالضبط الإعدادات. بعدها سوف نقوم بضغط نوع التطبيقات، من ثم سوف نقوم بضغط نوع تطبيق روبلوكس. بعدها سوف نقوم بضغط نوع الإيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بضغط نوع الموافقة. بعدها سوف نقوم بضغط هنا مكان التخزين. بعدها سوف نقوم بضغط هنا مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب الى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق روبلوكس فيضان على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم روبلوكس. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على